حسيت انه انه انت يا ميان كنت قلقانه قوي من المشهد بتاع قوي وهم قلقوني اكتر. ليه؟ قالوا لي ميان تعالي عايزين نتكلم معاكي في حاجه، احنا عايزينك لما يخنقك وتقعي على الارض تعملي اكنك بتغرقي، ان النفس مش واصل وعايزين تعملي كده حاجه معينه. قعدوا يقولوا لي حاجات معينه. فالحمد لله ان هو ما كانش نفس اليوم ده هنصور المشهد، فانا روحت قعدت اعمل سيرش بقى انه الناس لما بتتخنق ايه اللي بيحصل لها، واجيب اختي تتدرب معايا على المشهد واخليها تخنقني شوفيني وانا بموت. بس فجينا يومها بقى، طبعا انا كنت خايفه قوي، وكان معانا الشخص اللي معانا في المشهد القاتل، كان برضه القاتل كان ليه دور كبير اللي قتلها. لا بس انا اتخضيت. انا اتخضيت لما شفت، خضيت عارفه. انا كمان عملت كده. هي كانت مخضوضه بجد صح؟ قوي. كنت مخضوضه قوي اصلا، يعني شوت قوي فعلا. دي قد كده يعني اتخضت بجد. وفي كمان جبت لها قاتل ضخم خالد ابو الدقن. ايه انت ازاي؟ هو مصور على فكره، هو انت عارفه اول مره ده مصور عالمي. ايه ده خالد؟ هو ده انا اعرف اسم خالد ابو الدهب بس ما يعني ما كنتش شفته قبل كده. ايه ده انا ما كنتش عارفه. اتصوري جبناه يعمل قتل قتل. بس هو طيب جدا يعني. هو ما كانش راضي يخبطني يعني، هو استاذ سامح كده يعني بالعافيه. عمال اقول له لازم خبطه جامده. انت اتخبطتي؟ بس انت اتخبطتي هنا. انا اتخبطت، انا الوقعه اتخبطت من اوضه استوديو. ليه تعويضه دي عملتيها ازاي؟ انا طلعت لها. استاذ سامح ايوه يعني. انت اتخضيتي بجد ليه؟ ما هو تمثيل وانت عارفه وقاريه المشهد ومتدربه عليه. لا ما انا نور بقى، في حاله نور بقى. وبعد ما متي بقى الاستاذ المخرج قالك متي كويس ولا ما؟ لا انا قعدت اعيط وخدني في حضنه. هو الصراحه كان دايما محتويني قوي، ان انا كان ساعات ابقى تعبانه مثلا اقعد اعيط اقول له استاذ سامح انا مش قادره. يقوم يقعد يحضن فيا. معلش ايه بتعملوا في الناس؟ المشهد ده برضو عيطت لان انا وقعت جامد قوي وتعورت. بتحب تعيش الشخصيه فعلا جدا. مش عارفه ففي الاول ارهقت عبال ما وصلت للكاركتر ده. طيب خلينا نسأل، انت كان في بطلاتك كانوا يعني الميل فيجر كان واحد اللي هو بس الخياط، وبطلاتك ستات بنتها وصاحبتها والبنت اللي هي بس الجميل جميل في الشغل عامل دور. كان عندك اغلبيه ستات يعني. كلهم كلنا كنا في حاله. التعامل بقى مع الممثلات الستات ولا الممثلين الرجال مرهق اكتر؟ قول بصراحه يا سامح. الاثنين قول له. كل واحده على فكره فيهم حاسه. ستات مرهق طبعا. ستات مرهقين. انا ممكن احكي هو عمل معايا ايه في الاول قبل ما حربق كده. قبل ما حربق كان بيبقى بيتفرج عليا على المونيتور، وهو دايما بيقول هو بيبقى قاعد في دور بعيد جدا عننا، فبيبقى لازم يكلمنا بالمايك. فكان بيقعد يزعق يقول حربقي، ما بتعرفيش تحربقي، عايزك حربوه يعني حواجبك لفوق اكتر، مش عجباني. عايز الشر. لا بس هي يعني ادت اداء بصراحه طبعا شريت. بعد الممثلات الستات متعبين ليه بقى؟ قول لي اجابات. بيتاخروا في الميك اب؟ لا مترددين. بيبقى هامم من الشكل والمضمون اكتر، وبيبقوا مفكرين اكتر، وبيبقى في الشغلانه دي الستات بيبقوا قلقانين طبعا. وقلقانين اكتر يعني، ملاحظين اكتر. لان يعني في السينما اصلا بتبقى سكريبت جير. يعني سكريبت بتبقى بنت. لا وبعدين الممثله كمان تبص على الممثله الثانيه برضو شكلا وكده. يسرى ما كانش في عندنا ده خالص. يسرى كمان يا جماعه مشكلة الراجل بيقع برجليه. مشكلة يسرى كمان انها انا اول ما اشتغلت معاها قابلت كروهات كتير. مخرجين عظماء كتير. قابلت مدارس كتير. فكنت عندي ان يعني بس هي اب تو ديت دايما، هي الجديد دايما من وراها. صحيح فيسرى اصغر منهم.